اغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويز في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم عناصر أجنبية هجمت في مقر إقامته، هذا بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف. وقال رئيس وزراء هايتي أن مجهولين هاجموا مسكن رئيس البلاد وقتلوه بالرصاص فيما أصيبت السيدة الأولى مارتين مويز ونقلت على إثر هذه الإصابة إلى المستشفى. كما تناقلت وسائل الإعلام أخبارا غير مؤكدة حول وفاتها متأثرة بإصابتها. وأعلن رئيس الوزراء المؤقت فرض حالة الطوارئ في البلاد عقب اغتيال رئيسها، وأضاف أن الشرطة الوطنية في هايتي والسلطات الأخرى تسيطر على الوضع في الدولة الكاريبية داعيا المواطنين إلى الهدوء. وأثارت عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز تساؤلات عديدة، لا سيما حول كيفية وصول هؤلاء المسلحين إلى عقر دار الرئيس، حيث ذكرت صحيفة أمريكية تغطي الأحداث في هايتي أن المهاجمين زعموا أنهم عملاء في وكالة مكافحة المخدرات، هذا بحسب فيديوهات صورها سكان في الحي الذي يسكن فيها الرئيس، تظهر عددا من المسلحين يترجلون من مركبات مدنية. C'est pas, 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 c'est pas,